أنا الجوهرة المدفون، المعلمة أم سماح. أنا الجوهرة يا بشر، أم سماح اللي قتلت التمساح من غير سلاح يا بشر. يا بشر أنا عايزة الكراسي ترقص، يا أوشي كسر الكراسي وكسر العدة وأنا أدفع تمنها كاش. عالترابيزة يا أوش أنا جيالك وكفني في جيبي، عايزة الكراسي ترقص، ده فرح الحجايزة يا بشر، دي فرح الحجايزة ولاد أخويا أنا، وأنا جيت يبقى الدنيا تعل تعلى كده ويبقى زلزال يهد جبال، عايزة الفرح ده تاريخ. اسمي زينب السيد عبد الجواد حجازي، عندي 67 سنة السنة دي، ما بعرفش أجيب جنيه من راجل محترم، كنت واقفة في وسط صيع، واللي بتطلع على السجادة في المهنة دي تنحرف، لله الحمد وشاهد عليا ربنا، شاهد عليا ربنا، أنا راجل بشنب ما حسيتش بنفسي ولو خمس دقايق ان انا واحدة ست، ولا حطيتها في دماغ الست دي. الرجولة ادب والرجولة في الدم يا ابن العام. دي كوباية الشاي بتاعتي. دي كوباية الشاي بتاعتك؟ اه. اشمعنى بقى الكوباية دي؟ الكوباية دي محدش بيشرب فيها الا انا. ليه يا حاج؟ عشان اتكيف تظبط الدماغ. دي أنا أشربها تظبط دماغي، هي كوباية واحدة في اليوم وبالليل واحدة وخلاص وأنام على كده. سايبك يا حاجة دي كلها؟ لا ده أنا كنت حرقة شاي. يا عم أنت بص للراجل وحط البتاع عليه. أنت بتشرب الشاي في البرميل ده؟ دي برميل ده. نسكافيه. والله دي حكيتك زي العسل يا حاج. انت اللي عسل يا عسل. سلام يا حاج. اصحى يا عسل. انا الجوهرة المدفون، المعلمة ام سماح. انا الجوهرة يا بشر، ام سماح اللي قتلت التمساح من غير سلاح يا بشر. يا بشر انا عايزة الكراسي ترقص، يا اوشي كسر الكراسي وكسر العدة وانا ادفع تمنها كاش. عالترابيزة يا اوشي انا جيالك وكفني في جيبي، عايزة الكراسي ترقص، ده فرح الحجايزة يا بشر، دي فرح الحجايزة ولاد اخويا انا، وانا جيت يبقى الدنيا تعلى تعلى كده ويبقى زلزال يهد جبال، عايزة الفرح ده تاريخ، والعيال تقراه في الكتب يا بشر. انا الجوهرة، الجوهرة واحدة بس. بيبص بقى ومش بيبص، ماسك العصايه من النص.